أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يسأل يقول: هل زيارة الوالدين في قبرهما هل هي من البر بهما، وهل يأنسون بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر له فلم يؤذن له. فزيارة الوالدين في قبورهما من الزيارة، والنبي يقول: كنت نهيتكم، قد نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وإذا استحضر في ذهابه لزيارة والديه في المقبرة أن يدعو لهما هذا حسن، ولكن عليه أن يحرص على الالتزام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يأتي بأشياء ليس لها أصل، لأنه يخشى أن ترد عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وزيارة المقابر تزار للسلام عليهم والدعاء لهم والاستذكار بأن هذه هي المنازل الحتمية. الإنسان إذا مات، إلا من مات بوضع لا يمكن ينقل كحرق أو غرق ولم يجد منه شيء، فهو لا يضيع على الله جل وعلا. ويوم القيامة يجمع، كما في قصة الرجل الذي قال لأولاده: إنني ما تركت شيئا يعني من السوء إلا فعلته، وإنني أخشى إذا لقيت الله، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم أطحنوني ثم أنظروا في يوم شديد الريح فذروا رفاتي في البحر، فلئن قدر الله علي لا يفعل النبي. الله جمع كما في الحديث الصحيح، فاجتمع فقال الله له: ما الذي حملك؟ قال: مخافتك يا ربي، إلى آخره. فالله يجمع الإنسان، يعيد إليه كل ما خرج تفتت منه، بل يكون أكمل إما لجنة أو لنار. فزيارة القبور تذكر بالآخرة. من كان في سكن مريح ينظر إلى هؤلاء المتجاورين لا يتناولون من بعضهم من شيئا، وفي ضيق وفي وضع، لكن أهل التقى يكونون في رياض من رياض الجنة، وأهل الشقاء نسأل الله العافية من حالهم. نعم.